وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم. مساء الخير سعادة الوزير، وأهلا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. بداية، كيف تنظرون إلى النسخة الثانية من المسابقة في ضوء ما تحقق من نجاح في النسخة الأولى؟ نعم، مسأل الله مساءكم بكل خير. في الواقع هذه المسابقة حققت نجاح كبير في نسختها الأولى، لكونها تمثل مجموعة من القيم الإنسانية والخيرية التي تم من خلال التعاون القائم ما بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة التربية والتعليم غرسها في طلبة المرحلة الثانوية. ولكون هذه المسابقة تعتمد بشكل كبير جدا على إبداعات الطلبة في الجانب الإنساني، فهي تعتبر نوع من أنواع الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع، وفي نفس الوقت مقرر في المواطنة تقدمه وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع المؤسسة لأبنائنا الطلبة. النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى عزز من التعاون ما بين المؤسستين، وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، لتنفيذ النسخة الثانية، وطبعا بشكل طبعا موسع أكبر من السابق، ونتوقع بإذنه تعالى أن يكون له مردود كبير جدا في غرس المفاهيم الإنسانية ومفاهيم التكافل الاجتماعي وغير ذلك من المفاهيم النبيلة في نفوس الطلبة كجزء أساسي من رسالة وزارة التربية والتعليم تجاه الأبناء الطلبة. نعم سعادة الوزير، وكيف سيتم تقييم المشاركات المقدمة من قبل الطلبة؟ هناك طبعا لجنة مشتركة ما بين وزارة التربية والتعليم وبين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل على تقييم جميع الأعمال وفق طبعا معايير وشروط محددة تم طبعا نشرها اليوم من خلال الخبر المشترك الذي تم طبعا نشره ما بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة التربية والتعليم. هذه اللجنة طبعا كلفت بتقييم الأعمال بشكل متجرد واختيار أفضل الأعمال بناء على استيفاء المعايير المحددة لهذه الأعمال. اللافت في هذا الموضوع أن مثل هذه المسابقات حينما يتم توجيهها لطلبة المرحلة الثانوية وهم الطلبة المقبلون على التخرج، فإنها في الغالب يكون لها تأثير كبير جدا على مسارهم في المرحلة الجامعية وعلى ما يمكن أن يقدمونه في المجتمع من مبادرات وشراكة وعمل تطوعي يخدم بشكل كبير جدا الرسائل التعليمية والتربوية والمجتمعية التي ترغب وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في غرسها في الناشئ بإذنه تعالى. سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.